السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ محمد بعدنا. أنا معاك الشيخ محمد على الهوا وأنت على الهوا، بس أستأذنك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا سيدي أبو أحمد. ماشي ماشي يا باشا. اتفضل قول سؤالك. السلام عليكم يا أبو الشيخ. وعليكم السلام يا سيدي. أنا عندي ابني جوزته قبل الجيش. طيب. ومراته مش سالكة معانا خالص. طيب. طبعا غبت في الاول وقعدت لا تقعد لوحدها، قعدتها لوحدها وربنا رزقه بنت منها. هي عايشه معاك ولا عايشه لوحدها؟ عايش فوق في الشقه من فوق، جوزها بيطلع معاه، هي لوحدها. طيب. جوزها بيطلع على الجيش بيوديها عند اهلها، بيجي طيب. من الجيش بيروح يجيبها. ايه السؤال؟ بيروح وبيديها مصاريفها. طيب. المهم الاسبوع اللي ابني بينزلوا برضو عندها العزبه الثانيه، يعني لامها وابوها في افيون، عندها مش سالكه معانا خالص ومنكده على ابني خالص خالص. طب يا سيدي واليوم ابو اللي احمد، بيجي يا سيدي ابو احمد، المشكله معاك انت ولا مع ابنك؟ لا مع عبد الله ابني، مع ابني عبد الله يعني. متضايق وتعبان طيب خالص ومش سالكه معاه خالص. طيب خدت بقى والاخر مشيت امبارح وسابت له البيت ومعاه بنت منها، وفاضل له 3 شهور ويخلص، ومش عايزه تتاقلم معه خالص. يعني هي دلوقتي مش عارفه تمشي نفسها معاه هو حتى. ايه احنا سؤال؟ ما بنقولهاش رايحه فين ولا جايه منين ولا بنربها من سته طب خالص. ايه سؤالك؟ سؤالي يعني ايه نعمل ايه؟ دلوقتي بقول لك انا ما عدتش قادر اكمل مع البنت دي، والبنت طيب دي معاها طفله دلوقتي عندها سنه ونص. طيب فانا خايف اظلمها. طيب فمش عارف اعمل ايه. طيب وابني حاضر تعبان عليا. حاضر يا سيدي ابو احمد، ماشي يا باشا. حاضر حاضر. اخونا ابو احمد الكريم، انا بس لفت في نظري حضرتك بتسأل وبتقول من ضمن الكلام ما بنقولهاش انت رايحه فين ولا جايه منين. هو شرعا حضرتك وزوجة حضرتك لا ليكم كلام عندها براحة فين ولا جايه منين؟ هي متجوزه ابن حضرتك مش متجوزاك لا انت ولا زوجتك. انا بس بقول الكلام ده لايه؟ لكل حما ولكل زوجه علشان يفهموا شرع ربنا سبحانه وتعالى. العشره بقت مستحيله بينها وبين ابنك، فين الصبر وفين الاحتساب وفين فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، وفين الوعظ وفين الهجر وفين النصح وفين الارشاد، فين الطرق اللي استخدمها القرآن الكريم كلها من اجل تقويم هذه المرأة ان كانت معوجة كما قلت، والعهدة عليك فيما قلت. لكن ان فشلت كل هذه المساعي ربنا سبحانه وتعالى احل الطلاق وما حرمش الطلاق، بل إنه قال في الطلاق: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أسأل الله أن يصلحها بصلاحي وأن يهديها وأن يردها إلى ولدك مردا عاجلا غير آجل، مردا جميلا، وأن يجبر هذا البيت بجباريته.